يلعب الكرة للشيف دابو، دابو يمشي الكرة مرة تانية عند أحمد محسن لعرضية، عرضية ولكن يطلع المرة دي الدفاع، نزلت لمصطفى سعد، فيها خطورة، فيها خطورة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مصطفى يا سعد بكل سهولة يركن على يمين أحمد يحيى ويقتنص الكرة ومصطفى سعد يسجل الثاني في الدقيقة 62، مصطفى سعد يسجل الثاني لمصلحة سيراميكا، يا ولد يا مصطفى يا سعد، شوف الكرة اتلعبت طلعها الدفاع يحيى الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا، شوف طلعها المرة دي السيد سالم ومن مسافة 29 متر تقريبا، يا ولد رايق رايق، شوف هنا يا ولد بحنية خد القرار وقرر الزاوية مصطفى سعد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مصطفى يا سعد اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد.